اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بهديل الاطفال الحلوين اللي هم حابين التغيير، مش بنقول لك بناكل لحمه ولا فراخ يا مامي، النهارده عامل لكم النودلز بالخضار بس برضه هي فيها بروتين لطيف وجميل، وعندنا الصويا صوص بروتين نباتي لطيف وجميل وكمان صحي، فهنشوف النودلز ازاي نعملها بالخضار بتشكيله من الجزر والكوسه، وهندخل الخيار في الخضره بتاعت النودلز. اخواننا في اليابان او في الصين بيدخلوا الخيار في بعض الاكلات بتاعتهم. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. مستر البستاشيو، البستاشيو مشهور جدا دلوقتي مع الايس كريم وفي الكافيهات، لاتيه بستاشيو لاتيه ايس كريم، البستاشيو اللي هي صلصه الفستق، البستاشيو اللي هو عباره عن فستق مطحون واخد كريمه لباني وسكر باودر. انا عايزكم في الريف المصري والصعيد المصري هخليكي تعملي البستاشيو، معرفش اللي هي بتطلع معايا ازاي، البستاشيو ده بطريقه سهله وبسيطه بحيث انك انت تشغليه ايس كريم، تخليه في الكافيهات، تخليه في الكافيه بتاعك، تعمليه سموزي في العصاير، هي صلصه لطيفه وجميله، وتعملي برطمان تحطيه في الثلاجه. هنجيب الفستق نطحنه، بياخد سكر باودر وياخد كريمه سائله، وتدخليه في قلب الثلاجه يبقى لطيف، وعندك واولادك بيشوفوا الصور دي على السوشيال ميديا حبينها، مش هتحرمهم من حاجه وتعمليها. معانا فرايد رايز النهارده بالسبانخ. فرايد رايز يعني رز مصري بياخد زيت سمسم وصويا صوص والسبانخ غنيه بالحديد. مطبخ النهارده مطبخ صحي واحنا متفقين. ومن بدايه بعد العيد ان احنا الاكل بتاعنا بيكون هيلث بقدر الامكان، ما فيهوش لا فراخ ولا لحمه، ولكن في افكار بسيطه وسهله. وهناخد بعضنا نطلع فاصل ونرجع تاني لمستر اللي اسمه ايه يا شفيق يا فاروق؟ الاسبيتيتوس، الاسبيتيتوس بتاعنا او الاسبيتاشو، هنشوف نعمله ازاي بطريقه سهله وبسيطه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي النودلز. مكرونه لونها بيبقى يميل للصفار شويه، وفي منها الابيض معمول بدقيق الرز. تعالوا نعملها مع بعض النهارده مع الخضار، ونستخدم معاها الصويا صوص وزيت السمسم. البطل في الاكله دي زيت السمسم والصويا صوص. المقادير على الشاشه، معانا كوسه ومعانا جزر ومعانا خيار، ممكن نضيف سبانخ، ممكن نضيف مشروب. انا اخترت ثلاث انواع خضار متوفرين ومتواجدين، ومعانا النودلز بتتباع في اي سوبر ماركت، ومعانا صويا صوص وزيت سمسم. ولكن اذا استخدمتي صويا صوص، الملح هنا ملوش مكان بينا، ده الطبيعي. هنقطع الاول الخضار بالشكل الحلو اللي هو الشكل لما نشوف الطبق نقول ده مطبخ صيني على طول. بناخد الكوسه كده، ظهر الكوسايه الخضار بتاعها، ونقطعها بالطول ده كده. هي الفكره ان انا النهارده بنوع لك المطبخ بتاعك وبديك افكار حلوه، بما ان احنا بنتابع السوشيال ميديا وبنشوف افكار، بنشوف صور لاطباق حلوه، فايه المشكله لما تعمليها لاولادك؟ وهتطلع طبعا وهتعمليها تكون احسن من اللي انت بتشوفها بكتير. ده الخضار اهوت، الكوسه بتتقطع بالشكل ده كده، نفس القصه كده اهو، بناخد ظهر الكوسه. طب وقلب الكوسه يا عم الشيف؟ هو ده الكلام بقى، قلب الكوسه ده بتيجي يوم تاني مش لازم النهارده يعني، بتقطعها بالسكينه مكعبات صغيره وتعمليها مع رز، تبقى لطيفه وجميله، او مع برغل او فريك. اخواننا الشوام دي اكله مشهوره عندهم اسمها مفركه الكوسه، تتعمل بالفريك او البرغل، بتبقى لطيفه وجميله، بتتعمل بقلب الكوسه. يعني لما بيعملوا كوسه محشي بياخدوا قلب الكوسه او بعد تقوير الكوسه ويعملوها تاني يوم، اكله بتبقى لطيفه وحلوه، يا اما يعملوها مع طبق بيض عجه البيض بالكوسه وهكذا. انا بديك افكار عشان ما فيش حاجه عندك تترمي ويبقى فيه تبذير. الكوسه اتقطعت بالشكل ده حلو قوي. لازم الاكل الصيني او التايلاندي او الماليزي او الاندونيسي او الياباني بيبقى له شكله معروف، فلازم نحترم الشكل بتاع الطبق اللي بيتعمل. حتى في طريقه تقطيع الخضار، الجزر نفس الطريقه، قطع كده، لازم السكينه بتاعتك بالشكل ده كده، لا ده ما يتبشرش، لازم يبقى بالشكل الطولي ده كده. احنا طبعا من بدايه الاسبوع شغالين كل الاكل بتاعنا
تقريبا هيلسي، مش مستخدمين لا جبناش لا فسيله لا للفراخ ولا اللحم خالص. والمطبخ بتاعنا متنوع وفي افكار بسيطه وسهله. ادي الجزر بالشكل ده كمان اهوت زي الفل. عندك مشروم حط شويه مشروم، عندك سبانخ حط سبانخ حسب الرغبه، عايزه تجودي زياده حط سباركوس. السباركوس ده فيه منه الاخضر والابيض، سعره غالي شويه. انا بديك افكار عشان اللي بيتابعونا في كل انحاء العالم يعرفوا ان احنا في الحاجات دي موجوده، ولكن انا بديك الاختيار. ممكن نستخدم مع النودلز بروكلي عادي مفيش مشكله، او الكرنب الصيني الملفوف الصيني. ادي الخيار نفس الطريقه، بناخد برضو ظهر الخياره كده اهوت بالشكل ده كده، واللي باقي من الخيار يا عم الشيف ممكن يخش في طبق سلطه، سلطه زبادي بالخيار. شفت بقى الافكار اهو، الخيار يا شيف ينطبخ اهو بالعكس، هيبقى طعمه لطيف جدا وجميل جدا مع النودلز. ممكن يتعامل مع اطباق اللحمه واطباق الفراخ. ده الخيار قطع بالشكل ده برضو. احنا بنجيب الكيلو الخيار بنحطه في الثلاجه، بعد يومين ثلاثه بنلاقي نشف معانا ما عملناهوش سلطه، بس احنا بنبقى عند الراجل الفكهاني عايزين نجيب كل حاجه وخلاص. فانا بنصحك وانت بتشتري المشتريات بتاعتك من الخضار تجيب على قد استخدامك عشان ما يبقاش فيه تبذير والحاجه تترمي، ده مهم جدا على فكره. وبعدين في متعه كبيره سبحان الله، والواحد وهو بيتسوق بيشتري الحاجه بتاعته سواء خضار سواء فاكهه، في متعه كبيره كده والواحد بينقي الثمره اللطيفه الحلوه من خير ارضنا. والفواكه في الصيف السنه دي الحمد لله حلوه، اذا كان البطيخ ولا الشمام ولا الخوخ. ده الخيار اتقطع بالشكل ده كده اهو حلو قوي. نفس الطريقه البصل، حتى شكل الخضار حلو على الايه على البلانشه بتاعتي. هنشيل دول كده زي ما قلت لحضراتكم هنستخدمهم استخدامات اخرى. عندنا بصل اهوت، ممكن نستخدم بصل احمر او ابيض، ممكن على فكره نستخدم كمان فليفله ملونه، ده اختياري. نفس الطريقه البصل يتقطع كده. طاسه شديده الحراره على النار بنحط فيها معلقتين من الزيت عادي او زيت زيتون مع زيت سمسم، نبدا نحمر الخضار ده تحميره حلوه حلوه قوي. ده الخضار بتاعنا اللطيف، عايزينه سبايسي النودلز بتاعنا. بناخد قرن فلفل حار كده وده اختياري برضو. انا حبيت اقطع الخضار مع حضراتكم عشان نشوف تقطيع الخضار بيتم ازاي. حلو قوي. عندنا الطاسه شديده الحراره بنحط فيها شويه زيت زيتون معلقتين تقريبا، مع معلقتين من زيت السمسم، ده غالي شويه بس طعمه طبعا مميز مع الاكل اهو زي الفل. ناخد الخضار بتاعنا الجميل الحلو ده كده بنسقطه في قلب الطاسه. شكل الخضار هو نازل في قلب الطاسه بيتكلم مصري، اذا كان الخيار او الكوسه ممكن تحط بتنجان على فكره بنفس الطريقه برضو، بتاخدي ظهر البتنجانيه وتقطعيه. سواد البتنجان في قلب الطبق ده برزنتيشن عالي قوي على فكره وبيدي شكل حلو. انا بديك افكار. حلو ادي الخضار بالشكل بتاعه، عندي ميه بتغلي بسيب الخضار ده يستوي، مش مطلوب ان هو يستوي جامد على فكره، التحميره دي مطلوبه اهي. ده النودلز بناكلها بره في المطاعم بنشوفها في الصور، فص توم حلو كده ونقلب. شفت الجو ده كده طبق صحي 100%. عايز تحط مشروم حط، عايز تحط بروكلي حط، سبانخ زي ما انت حابه، لا بطاطس لا ما تهزرش يا فاروق الله يرضى عليك، بطاطس ملهاش مكان بينا في الموضوع ده خالص. جديده والخيار لطيف وعمل لون تاه سبحان الله، لونه فاصل عن لون السبانخ
حلو، حتى بعد السوى بنحط الصويا صوص بتاعتنا. طالما حطينا يا ست الكل صويا صوص ما نحطش ملح خالص. حلو، والصويا صوص طبعا مالحة، خلي بالك في انواع في السوق منها المالح زيادة وفي منها اللي هي المتوسط، شوف اختيارك ايه هتجيبيه مفيش مشكلة. النودلز خدت اللون ده، ونحط شوية مية مغليين على النار. الأكلة دي بريئة من الكمون، بريئة من الكزبرة الناشفة اهو. حلو، عايزة النودلز باللون الأحمر بتحط معلقة فلفل حلوة، عايزاها باللون ده الطبيعي مفيش مشكلة اختياري برضو. بتشوف بعض المطاعم النودلز لونها بيميل للحمار بيكونوا حاطين فلفلة حلوة اللي هي الهريسة الحمراء، أو معجون طماطم أو كاتشب، دي مدارس يعني، أنا بديك الأفكار وأنت حر. الطبق ده بعد ما بيستوي طبعا بيتقدم مع السمسم، بنزينه بالسمسم. النودلز كده على النار، بنجيب أي نودلز موجودة في أي سوبر ماركت موجودة، في منها بالأطعمة المميزة، في منها بالفراخ، في منها باللحمة، في منها بالسمك، في منها بالخضار زي ما أنت حابة، في منها السادة خالص زي ما موجودة، أو في المكرونة الصفراء اللي هي البيضة الشعرية البيضة دي معروفة طبعا، بتتعمل من دي الرز اختياري برضو، دي موجودة معنا. هنسقطها كده في قلب الخضار اهي زي ما هي كده، هتفك لوحدها، هنغطيها بس اهو، دول ثلاثة كفاية أوي. هنغطي الحلة زي ما هي كده وخلص الطبق الحلو ده. عملت أكلة لو رحنا أكلناها بره هندفع فيها مبلغ وقدره. نودلز بالخضار عملتيها في البيت عندك مستحيل تلاقي الطعم ده بره، خلي بالك. تقطيعة الخضار لازم تكون بالشكل ده عشان المطبخ الياباني او المطبخ الصيني او الماليزي او الاندونيسي له شكل بيبقى على السفره بتاعتنا، فلازم احنا نحترم الشكل ده. زي احنا مثلا بنعمل الطبق الكشري بتاعنا، لو ما تزينش بالبصله المقرمشه ما يبقاش كشري، او نعمل مثلا الملوخيه بتاعتنا لازم الفراخ تبقى في قلبيها والرز بالشعريه وهكذا. في اكلات عنوانها الشكل، عنوانها الصوره. عايز اوريك النودلز بتاعتنا، بص عليها كده، شوف بعد ما استوت اوريها لك دلوقتي. هنضرب فيها الشوكه دلوقتي هتلاقي الموضوع مختلف، بس خلينا نظبط النار دي. يلا قومي يا نار. حلو تمام. اخبار النودلز ايه؟ اهي بص عليها اهي، شوف الحلاوه، شوف الجمال، اهو ده اهي. الله، الطبق ده انا بعشقه، قرشة الجزر بالسكريات بتاعتها مع الخيار مع الكوسة مع طعم الصويا صوص، زيت السمسم له مذاق خاص كده. شفت النودلز؟ الله، بص عليها كمان، شفت ازاي؟ اهي استوى الطبق ده، ده جاهز مش محتاج حاجة خالص غير ان انا اغرفه دلوقتي. لازم الخضار يبقى كده. يلا نغرف الطبق ده كده. الله، ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ هو ده الطبق ده جاهز للتقديم، نودلز بالخضار. طبعا بنحط شوية خضرة في الآخر على الوش، وده اختياري. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، اهي طبق مش مكلف، بس لما تعمليه في البيت بتشكيلة الخضار اللي انت حباها. وعلى فكرة ما تقوليش لولادك ان انا حاطة خيار في الطبق ده عشان ده جديد بالنسبة لنا يعني. انت خليهم يستطعموا الطبق وياكلوا بألف هنا وشفا، وبعدين قولي لهم بقى ايه المكونات. لقيتهم مش مستطعمين الخيار ما تكرهمش في الاكل، قولي ده كوسة عادي، محدش هيقول لك حاجة، انت ست الكل وانت ملكة البيت وانت الكل في الكل، فانت ألفي التأليفة براحتك يعني. ده النودلز بتاعنا، رشة السمسم الحلوة، عنوان المطبخ الياباني، عنوان المطبخ الصيني، زي الفل، مع رشة بقدونس حلوة كده. شفت الطبق؟ روح بقى كليه بره كده ولا ادفعي فيه فاتورة مش هقول لك كام. حلو،